السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد اليوم. عندنا جهاز ايفون اكس نعمل له تخطي لحساب اي كلاود مع تشغيل الشبكة، وراح نجرب الشبكة بعد ما ننهي العملية. ياريت بالبداية لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة عشان يوصلك كل جديد. الأداة راح نستخدمها روم اف دبليو، أداة مجانية شرحتها في كثير من فيديوهاتي السابقة وعملنا عليها تخطي على أكثر من جهاز، واليوم بدنا نعمل لجهاز آيفون إكس. نفتح الأداة، رابط تحميل الأداة راح أترك لك إياه بالوصف، وفي فيديوهات سابقة في شرح عملية تسجيل الدخول مجاني طبعا وتثبيت الأداة. مباشرة بس تفتح بنتوجه لخيار ايفون، بنروح على اول خيار اوبن رام ديسك نيو. بعد ما تفتح معنا الاداة الشكل هذا، نتوجه للتليفون وبندخل التليفون في وضع الديفيو مود. طريقة ادخال التليفون لوضع الديفيو مود كالتالي. خلينا هنا كبر الصوت. اول شيء نضغط رفع الصوت، بعدها خفض الصوت، بعدها نضغط على الباور، وبنضغط بعد ما يطفي الجهاز على خفض الصوت 1 2 3 4 5. برفع ايدي عن الباور، بضل ضاغط على خفض الصوت. هيك الجهاز دخل معي في وضع الديفيو مود زي ما انتم شايفين. الان بعمل تشيك ديفايس، لما يشتغل عندي الخيار بعمل باك اب من 12 ل 15، بنتظر ليكمل ويسحب المعلومات بشكل كامل. هنا بياخذ الملفات، هنا بفك ضغط الملفات، هون بدأ عملية الدخول للرام ديسك. زي ما احنا شايفين بيفصل وبيرجع بيشبك يخلص العملية. زي ما احنا شايفين الجهاز دخل في وضع الرام ديسك. ننتظر ليخلص الأمر. أعطاني إنه أخذ الأمر بشكل كامل، بضغط أوكي. بعدها مباشرة بتوجه لباك أب، باسكود باك أب، بضغط عليه. بنتظر لغاية ما يسحب الباك أب من التليفون. هون زي ما أنتم شايفين أعطاني إنه أعمل ريستور للتليفون، إعادة ضبط مصنع. بعمل له أوكي، بضغط على أوكي. هيك راح يمسح التليفون وهيك أخذ الباك أب من التليفون. هلا التليفون راح يفتح عنا
بدون أكتف مسكر بشكل كامل. ننتظر لغاية ما يفتح الهاتف. هون أعطانا مكان النسخة الاحتياطية الموجودة على التليفون. يا ريت إذا ما كنت مشترك بالقناة تشترك، تضغط لايك، تشجعنا نظل ننزل فيديوهات تساعدكم في شغلكم. دعمكم للقناة هي بلايك ومشاركة الفيديوهات، كمان تدعموني فيها. ننتظر عملية الريستور تتم بالكامل. هيك الجهاز بيعمل إعادة ضبط مصنع بعد ما أخذ ملف الباك أب. زي ما انتم شايفين الجهاز فتح، معطينا اللغة، فتح بشكل كامل. الآن برجع ادخله على وضع الديفيو مود، بضغط رفع الصوت وخفض الصوت والباور، وبنتظر لغاية ما يطفي الجهاز. بضغط خفض الصوت مباشرة، 1 2 3 4 5، برفع ايدي على الباور وبضل ضاغط خفض الصوت. هيك رجع الجهاز دخل في وضع الديفيو مود. برجع بعمل له تشيك ديفايس، بعدها مباشرة بعمل له بوت من 12 ل 15. طبعا البوت من 15 ل 16 او 16 حسب الاصدار الموجود عندك، يعني لو كان اصدار التليفون عندك 16 فبتعطيه 16، بالحالتي انا الاصدار 15.9. نتركه ياخذ الامر. خطواته سهلة جدا. أخذ الرام ديسك، بلش قراءة. ننتظر لغاية ما يعطينا مسج إنه انتهى من العملية. هون اعطاني انه خلص عملية الرام ديسك. بضغط اوكي، بعدها بضغط باس كود اكتيفيشن. اول خطوة اخذنا باس كود باك اب، الان بدي اعطيه باس كود اكتيفيشن. بضغط عليها، بنتظر ليكمل العملية. أعطاني هنا إنه إذا بحب أعمل ديسيبل للأبديت، إني أمنع إنه التليفون يعمل أبديت لوحده، فراح أعطيه أوكي عشان ما يعمل جهاز أبديت، لأنه إذا عمل أبديت أو ضبط مصنع راح يرجع يسكر كمان مرة. فهيك أنا بمنع عملية تحديث الجهاز، إنه ما يصير فيه تحديث على الإصدار. زي ما انتم شايفين اعطاني سكسسفلي اوكي، خلص العملية. ننتظر التليفون لغاية ما يفتح.
زي ما انتم شايفين التليفون فتح بشكل كامل. لا مشكلتي انا معاك غلط، فتح بشكل كامل. نعمل اوكي. الان نشبك الخط في التليفون. ننتظر ليأخذ شبكة. أخذ شبكة التليفون. زي ما انتم شايفين التليفون اشتغل بشكل كامل، اخذ اتصال. برضو بعمل من هون اتصال. عملت الكاميرا هون كبرتها عشان ما يفصلش، هون انفصلت. بسيط. هون كمان يا جماعة اشتغل بشكل هيك، اشتغل الجهاز بشكل كامل. هذا كان الفيديو اليوم. يا ريت اذا عجبك الفيديو تضغط لايك، ولا تنسى الاشتراك بالقناة. نراكم على خير ان شاء الله في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.